عايز استفيد بالوقت المتبقي ده ونستفيد كلنا، فهقدم ضيفتي فورا علشان نسمع منها معلومات ازاي بيها نواجه فيروس كورونا. دكتور جيهان العسال، استاذ الامراض الصدريه بكليه الطب جامعه عين شمس، نائب رئيس اللجنه العلميه لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا في وزاره الصحه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور جيهان، هكمل الحوار اللي كنا بنتكلم فيه مع حضرتك دلوقتي قبل الهوا. في الفاصل كنا بنتكلم، بما اننا يعني بنتحدث عن بروتوكولات العلاج، عن عمليه تحليل الدم، صوره الدم، لو ناس حابه تطمن مع انتشار الفيروس في التوقيت ده، والمسحه كذلك. ممكن تقول لنا مدى اهميه ده قد ايه في تطمننا، خاصه لو في حاله اشتباه؟ يبقى احنا في الاول لازم نفرق بين ان في حاله اشتباه وحاله مؤكده. حاله اشتباه ليها كرايتيريا محدده، اللي هي الاعراض المرضيه للفيروس اللي كلنا بقينا عارفينها: سخونه، احتقان زور، كحه، اسهال، فقدان حاسه شم او فقدان تذوق الى اخره. وبنكمل الاشتباه دي ببعض الفحوصات اللي بتؤكد ان في اشتباه او بتكمل صوره الاشتباه ده. الفحوصات دي عباره عن صوره الدم والاشعه المقطعيه. لو مش متوفره الاشعه المقطعيه بتبقى الاشعه الاكس راي العاديه بديل ليها. بس طبعا الاشعه المقطعيه بتبقى اكثر حساسيه ونسبه التاكد منها بتبقى اعلى. اعلى طبعا، بتبقى ادق. فلما بتديني الصوره بتاعت الاشعه المقطعيه مع صوره الدم مع الاعراض، بقول ان الحاله دي اشتباه بنسبه كبيره في انها مصابه بالكورونا. عشان اتاكد واقول دي مصابه بالكورونا، بنعمل المسحه اللي هي البي سي ار. المسحه دي عشان تبقى كونفيرمد كيس، تبقى حاله مؤكده. أيوه. ان هي كورونا. مشكلتنا في المسحه في حاجتين. اولا طبعا ان انا عشان اعمل المسحه واخد النتيجه مينيمم باخد 24 ساعه لما تطلع لي النتيجه تاني يوم. المشكله الثانيه ان نسبه حساسيه المسح او دقتها بتبقى حوالي، بنتكلم في احسن المسحات 64%. فانا عندي نسبه ان هي تبقى سلبيه والمريض برضو ستيل كورونا. ففي الحاله دي بحتاج ان انا اعيد، حتى ده محطوط في البروتوكول، ان انا لو عندي الاعراض والاشعه وصوره الدم بتقول ان ده اشتباه كورونا وطلعت المسحه سلبيه مره، لازم اعيدها تاني خلال 48 ساعه علشان اتاكد ان هو فعلا كورونا. لو احسن مسحه نسبتها 64%، بنتكلم في 64% علشان اطمن ان النتيجه سليمه وتبقى مؤكده ان دوت كورونا. فدلوقتي بدانا نتناول الامور بصوره مختلفه. طب الحالات البسيطه، الحالات اللي مش هتحتاج ان هي تتحجز في المستشفى، ايوه ديت انا مش لازم استنى المسحه. انا ديت ممكن بالاعراض والاشعه وصوره الدم ديت مشتبه فيها، هي مش هتحتاج رعايه خاصه في مستشفى. أيوة. مش هتحتاج عنايه طبيه او فحوصات معينه، او مش حاله ممكن تضطر ان انا احطها في رعايه مركزه او كده. فالحاله دي الابدى والاسرع ليها ان انا ابتدي لها العلاج بدري. فبدانا نصرف العلاج للحاله المشتبه فيها بدم بسيطه، ما نستناش نتيجه المسحه. الوضع ده مش اختياري يا دكتور، الطبيب هو اللي بيقول للمريض انت دلوقتي لازم تتجه للمستشفى، او انت ممكن تعمل عزل منزلي مش براحه المريض او زياده في الاطمئنان، يبقى عايز يروح المستشفى فيتوجه هو من نفسه للمستشفى مع انه مش محتاج ده. الحكايه دي الحقيقه بيحصل فيها لخبطه كتير. ايوه. ان تبقى اولا حاجه بسيطه او ما عندوش حاجه ورايح يطمن. ايوه. فما دام ما عندوش اعراض يبقى انا ما فيش داعي ان انا اعمل قلق، لان ده برده حمل على المستشفيات وضغط على المستشفيات والدكاتره في وقت الضغط فيه عالي جدا. فمش صح ان انا اروح وانا ما عنديش حاجه من باب الاطمئنان. ما دام ما عنديش اعراض، انا ما دام ما عنديش اعراض والدنيا كويسه، انا احسن حاجه خليني في البيت، ما اخرجش غير للضروره والتزم بالتعليمات، فانا همنع نفسي. لكن انا لو رحت المستشفى انا ممكن احتك بحد مريض ويبقى عندي فرصه ان انا لو ما عنديش حاجه اصاب بالمرض. الناحيه الثانيه ان انا بقى العكس من كده، ان انا يبقى تعبان او يبقى عنده مشكله وما يروحش للمستشفى وما يروحش للدكتور، فما يتمش تشخيصه صح ويبتدي هو بقى بالبروتوكولات والحاجات والروشتات والوصفات بيننا وبين بعض، وفلان خد الدواء دوت وفلان خد الدواء ده، ويبتدوا يوصفوا لبعض، وهو يكون من الاول محتاج مستشفى، يكون فيه التهاب رئوي، تكون حالته متوسطه فاكثر، فيكون محتاج اصلا حجز في المستشفى، وبالتالي ما خدش الرعايه الطبيه بدري بتاعته، يبتدي يجرب الاول الوصفات دي بره على ما يبتدي ياخد باله ان الدنيا ما بتتحسنش او ان الدنيا تبتدي تسوق ويروح المستشفى، نبتدي نروح في حاله متاخره ونروح بمشاكل اكتر في المستشفى. طيب دكتور، الناس يعني دلوقتي مع زياده انتشار المصابين في الفتره الاخيره بقوا مركزين في موضوع المسحه، ودلوقتي حضرتك وضحتي مدى اهميتها او حساسيتها في صحتها من عدمه، وبالتالي ممكن يلجأوا ل
يعني جوانب اخرى بقى، يعني يسالوا يا جماعه هو في حد ممكن نعمل عنده المسحه؟ هل المسحه ممكن نعملها لو بفلوس؟ القادر عايز يعمل لكل افراد الاسره، الموقف ده ايه صحته؟ بصي، هي المساحات متوفره، يعني في عندنا اكتر من حوالي 32 مركز تابعين للمعامل المركزيه لوزاره الصحه، دول بيقيسوا بيعملوا المساحات على مستوى الجمهوريه. طيب. بالاضافه الى المعامل المرجعيه التابعه للجامعات ووزاره التعليم العالي، ودي برضو بتعمل تحاليل وبتعمل المسحات. فالمساحات متوفره. هي الفكره مين اللي يعمل المسحه؟ ما احنا قلنا من الاول مش كل الناس بتعمل مسحه، لان ما ينفعش اعمل سكرين ليه بقى لاي حد. هو في نظري انا هو دكتور او هو يعني عارف هو بيعمل ايه، لكن هو ممكن ما يبقاش مدرك. هو الفكره ان انا لازم يعني في كل حته في العالم ومنظمه الصحه العالميه والتعليمات كلها ان انا لازم يبقى عندي اشتباه الاول عشان اعمل المسحه. لان انا ما ينفعش اعمل مسحه لمجرد ان انا عايزه اطمن، ده مش وقت، واحنا في وقت وباء وفي ضغط والاعداد كتيره. انا ما ينفعش ان انا يعني استنفذ الريسورسز والامكانيات اللي عندي في حالات ممكن يكون بيطمن او يكون قلقان يعني. مش موجود. لكن انا بوفر الحاجات ديت المفروض لحاله يعني تحتمل التعريف بتاع حاله مشتبه فيها انها كورونا، ديت اللي عامل لها المسح. ومش وزي ما قلنا ده احنا الحاله ما تبقى مشتبهه وبسيطه انا مش محتاجه حتى المسح، هبتدي العلاج على طول وهنعالج الحاله. لكن هتبقى ليها كرايتيريا معينه ان انا عندي حاله متوسطه فاكثر، وان هو عنده اشتباه في الكورونا، دوت اللي عامله المسح. بالنسبه للناس اللي بتتعزل منزليا يا دكتور، يعني من الحالات اللي شفناها يعني وحاولنا نطمن دايما عليها ونقرب يعني علشان نديهم كده احساس بانه يعني احنا معاهم، كانوا بيقولوا انه فجاه الموقف بيقلب، يعني تبقى هي الحاله مستقره وفجاه يجي بقى اعراض غريبه، ارتفاع درجه حراره، ممكن يبقى في الام شديده جدا في العظم او في البطن، او يعني ازاي ممكن ما يلاقوش يعني انه ده عرض وهيروح، فما يقعدش بقى يقول لا انا عايز اروح المستشفى، انا كنت غلطان ان انا اتعزلت منزليا، واضح ان الحاله مش مستقره. حضرتك هو من الاول تم تحديد ان الحاله اللي هتتعزل في البيت زي ما قلنا هي اصلا حاله بسيطه، ما يخافش يعني مش محتاجه ان هي تتعالج في المستشفى. ولما بيتحدد له العزل المنزلي كطريقه للعلاج، هو المفروض بيستلم كارت، الكارت ده ليه اي دي فيه وليه رقم كودي، بحيث الاي دي ده متسجل في المستشفى اللي تشخص فيها او اللي اتاخد منها العلاج وتسجل فيها ان هو اشتباه كورونا او ان هو حاله بسيطه. المفروض هو في البيت بيتم متابعته كمان، يعني بيتم عن طريق الاتصال التليفوني متابعه حالته، متابعه العلامات الحيويه بتاعته، وبيتم متابعته في اي وقت هو بيحس ان الاعراض بتاعته بتسوء او ان الدنيا مش ماشيه كويس او الدنيا ساءت او في اعراض جديده جدت، المفروض بيرجع على طول للمستشفى اللي هو خد منها العلاج او خد منها الكارت بتاع المتابعه، بيرجع تاني للمستشفى عشان تقييم الحاله لو كان محتاج حجز في المستشفى. يعني لو فعلا هو حس بكده ممكن، بس خليه يخلص الاول اللي مطلوب منه في العزل المنزلي، واول ما يحس باي مشكله يروح المستشفى على طول. تمام. دكتور، في اسئله كتيره جدا من المشاهدين، قبل ما ناخد الفاصل هاخد بس سؤال سريعا لانه هو انا شايفاه مشترك ما بين المشاهدين، وهو الكمامه والكمامه المغشوشه، واحنا اتكلمنا عليها، والكمامه الاصليه وازاي نقدر نفرقهم، الكمامه اللي بتتغسل، الكمامه القطنيه، ممكن حضرتك تفصل لنا القصه دي يا دكتور جيهان؟ بصي، اولا هي الكمامه فايدتها ايه؟ الكمامه بمنتهى البساطه ان انا بحمي منطقه الوجه بتاعتي من الرذاذ لاي شخص قريب مني ان هو يوصل لي، لان ده مصدر العدوى، ان بيبقى فيه الفيروس ممكن يبقى مصدر العدوى. الكمامه طبعا المفروض تتلبس لما تتلبس صح، يعني تغطي منطقه الانف والفم لغايه تحت الدقن، المنطقه دي كلها المفروض تبقى متغطيه. المفروض الكمامات اللي السي دي سي او المركز بتاع الامراض المعديه اللي طلع بيها توصيات، هو قال مبدئيا طبعا ال N95 دي المفروض بتستعمل جوه المستشفيات للدكاتره لما بيتعاملوا مع مرضى مؤكدين ان هم كورونا، وفي بعض الفحوصات او جوه الرعايه او في بروسيدجرز معين بتتعامل مع المرضى. فان احنا نهدرها وان احنا نلبس N95 عشان خارجين نجيب حاجه او رايحين شغل او بتاع، ده ابيوز، ده شيء مش محتاجينه، مش محتاجينه، ده حاجه زياده، دي حاجه زياده للدكاتره وجوه المستشفيات، واستعملها مع المرضى المؤكدين او حتى المرضى يعني اللي عاليين اللي عالي نسبه الاشتباه، الدكتور اللي بيتعامل مع عيانين مشتبه فيهم فترات طويله في اليوم، اوكي ده يستعملها. لكن احنا في استعمالنا بقى العادي كوقايه، هو اللي هو الماسك الجراحي العادي ده، الازرق ده اللي معانا، الازرق اللي معانا كلنا بنجيبه، ولازم اغير الماسك حضرتك. المفروض الماسك ده ديسبوزبل،
يعني هو استعمال مرة واحدة بس، مجرد ما قلعته المفروض يترمي، يعني ما فيش حاجة اسمها استعمله واركنه او استعمله واغسله، هو مش مش لا مش ريوز. لا فكره كمان انه يا دكتور يتشال من مكان لمكان، يعني كنت بره فخلاص هو استعمال مفروض مره واحده، اول ما تدخل البيت أول ترميه، اول ما تقلعيه ما ترميه. يعني ما ينفعش اقلعه وارجع البس تاني وهكمل المشوار بتاعي وبعدين ارجع البيت ابقى ارميه. لا حضرتك اول ما يتشال من على الوش يرميه، ولما اشيله لازم اشيله من البانس بتاعته من بره او اشيله من جوه لبره، ما امسكش السطح اللي بره لان هو ده السطح اللي غالبا هيبقى عليه الرذاذ او عليه الميكروبات كلها، فمش عشان امسكه بايدي. الكمامه بقى القطن قالوا ان هي ملهاش فايده. بصي خلينا يعني الكمامه القطن ما بتشيلش الفيروس، بس لما نيجي نقول احسن من لا شيء. تمام. يعني انا فكره ايه، طب انا لو هقارن بين ان انا البس كمامه قطن او اقعد من غير كمامه، لا البس كمامه قطن واحمي نفسك شويه، هتشيل على يعني بتغطي المنطقه دي بالاشارب مثلا، ما هي اللي هو ما هي نفس المبدا اللي هو احسن ما فيش، انه المنطقه دي بس ان انا على الاقل هشيل الرزاز او الحاجات بتاع واكيب المسافه بقى بيني وبين اي حد على الاقل متر متر ونص على قد ما اقدر. فانا لو ما مش لا مش متاح عندي مثلا ماسك جراحي ومضطر ان انا انزل دلوقتي، خلاص انا هلبس ده كمتاح. أيوة. ماشي، واستعمله احسن من ان انا انزل من غير ماسك خالص. بعد الفاصل هنكمل أسئلة حضراتكم، خليكم معنا. هنكمل حوارنا مع حضراتكم وأسئلتكم، وهكمل آخر جزئية في الكمامة. الدكتور كانت بتشرح لنا كلنا هنا إزاي لبس الكمامة السليم ممكن تبقى المعلومة عند حد وممكن يبقى حد محتاج يعرفها، خاصة لما يعني تبقى من دكتور جيهان أكيد هتبقى سليمة 100%. تفضلي يا دكتور. زي ما قلنا الكمامة اللي هي الجراحية، الماسك الجراحي بتبقى الناحية الغامقة هي اللي البرة، التانيات في تانيات المفروض في الكمامة بتبقى متجهة لتحت. أيوة. وفي بيبقى زي سلكه او حاجه بسيطه كده بتتني، دي المفروض تبقى فوق المناخير. وبعد ما البس الكمامه اتاكد ان هي مقفوله ومربوطه كويس مغطيه المنطقه كلها، السلكه دي المفروض بثبتها على المناخير بحيث ان انا اقفل عشان ما يبقاش في ليك طالع من جوه يعدي لي الهواء. طبعا المفروض بعد ما بلبسها بتاكد ان هي مسحوبه مغطيه منطقه من اول فوق الانف لغايه تحت الدقن. فقدان، انا هجمع الاسئله، يعني فقدان حساسيه التذوق، فقدان حاسه الشم احيانا، الحراره بمجرد ما تعلى، طبعا دي مساله دلوقتي عامله برضو قلق انه اي حد درجه حرارته عاليه ممكن يشك، هل ده عادي ولا لازم يكون مرتبط باعراض تانية؟ ما انا بقول لحضرتك هي دي اعراض الكورونا فعلا، ارتفاع درجه حراره، فقدان حاسه الشم، التذوق، الاسهال، ضيق التنفس، الكحه، هي اعراض الكورونا في نفس الوقت هي اعراض نزلات البرد والانفلونزا العاديه واي امراض تانية، فهي اعراض مشتركه. فاحنا في الحالات اللي زي كده زي ما قلنا لو انا عندي الاعراض ديت بعمل صوره الدم وبنعمل الاشعه عشان نتاكد او نطمن هل ديت حاله اشتباه فعلا في كورونا ولا هو دور برد عادي. في سؤال برضو هرجع للكمامه، هل في بديل اقتصادي اكتر بدلا من كمامه يوميه مقابل 5 جنيه يعني بمجموع 180 جنيه شهريا فقط للكمامات؟ انا اعتقد دكتور ردت انه اهم حاجه بس ان المنطقه، اهم حاجه المنطقه تتغطى طبعا. ممكن لو اضطرينا طبعا كمامه قطنيه او اي حاجه تانية بديله، مش يعني المنطقه الانف والفم يكونوا متغطين. يعني متغطين وبعيد عن اي مشاكل لا قدر الله. طيب دلوقتي الناس اللي عندها ضغط عالي والسكر مدى عرضتهم لكورونا اكثر من الاصحاء؟ هو ما فيش حد ليه عرضه اكتر من الكورونا، يعني هو فيروس بيتنقل العدوى بالرذاذ، فاي حد عرضه ان ياخده. احنا مشكلتنا مع الناس دي ان هم عندهم امراض مصاحبه او وجود الامراض المزمنه دي زي الضغط والسكر، دول بنعتبرهم هاي ريسك او المجموعه اللي فيها خطوره، او ان احنا بنهتم ان هم يبقوا لو الامور عندهم مش مستقره، يعني لو الضغط مش متظبط السكر مش متظبط، دولت يفضل ان هم يبقى العلاج بتاعهم في المستشفى عشان يبقوا تحت عينينا وتحت ملاحظه طبيه. لان هي المشكله ان الامراض المصاحبه او الامراض المزمنه مع وجود الكورونا بيبقى عرضه اكتر لوجود مضاعفات. ده كان سؤال استاذ محسن عبد الرحمن. بتصور ان بقى الاسئله عن العلاج، وانا كنت عايزه يعني نتكلم شويه في بروتوكول العلاج وبالتالي يعني نختتم بيه بقى الحوار وناخد شويه تفاصيل كده. هي مصر وصلت كده لمرحله الذروه؟ احنا ما نقدرش نعرف الذروه وصلنا لها ولا لا الا لما الاعداد تثبت وبعدين تبتدي تنزل تاني تقل تاني، فيبقى نقول ان الفتره دي كانت هي فتره الذروه.
فلو فضلنا يعني مستقرين بالاعداد بتنزل يبقى احنا عدينا فعلا مرحله الزهور ان شاء الله. هبدا مع حضرتك بالجدل اللي كان على دواء معين الكلوروكين، هيدروكسي كلوروكين، ويعني كان في مشاكل ومنظمه الصحه العالميه كان ليها راي فيه، ومع كده تم الابقاء عليه وتم استبعاد التاميفلو. ممكن توضح لنا؟ ممكن اولا نبتدي بالتاميفلو. التاميفلو لما وضع في البروتوكول في اول البروتوكول كنا ساعتها في موسم H1N1 مع ظهور الكورونا، تمام، فكان معظم العيانين ما بنبقاش عارفين هل هو معاه مصاحب مع الكورونا H1N1 ولا هو لوحده، فكنا بندي التاميفلو كعلاج ال H1N1 عشان نغطي المريض من الفيروسين، وده كانت فايدته. مع استعماله ومع التجارب، طبعا احنا طول ما احنا شغالين البروتوكول بنتابع كل الاستاديز الدراسات اللي بتتعمل سواء في مصر عندنا او بره، ثبت ان التاميفلو ملوش دور قوي في علاج الكورونا وما بيفرقش في العلاج. فعلى هذا الاساس مع تجديد البروتوكول الاخير اللي تم من يومين تم استبعاد التاميفلو من البروتوكول. الهيدروكسيكلوروكين، الهيدروكسيكلوروكين الحقيقه عايزه اقول لك احنا جلجنا مش بنختار الادويه عشوائيا، او مش يعني كل الادويه لما جينا نحط البروتوكولات اطلعنا على كل الدراسات اللي تمت في كل الدول اللي سبقونا، واحنا كنا محظوظين ان احنا ابتدينا متاخر شويه عن كتير من الدول، فكان عندنا فرصه ان احنا نشوف نتائج تجاربهم، عرفنا ايه اللي مشي معاهم وايه اللي ما جابش نتيجه، فاستفدنا من ده، وده خلانا وضعنا بروتوكول الحمد لله كان كويس جدا من اول ما اتوضع. الفكره في ان هيدروكسيكلوروكين من ساعه ما استعملناه من اول بدايه البروتوكول تمام جايب نتائج كويسه جدا على العيانين عندنا، بالذات الحالات البسيطه والمتوسطه، نتائج نسب الشفاء فيه عاليه، نسب المضاعفات والاعراض الجانبيه ليه قليله، ما حصلش ليه مشاكل، وكانت النتائج بتاعتنا كويسه. هو يمكن في الحالات الشديده ما كانش قوي كفايه، بس خلينا نقول ان برضو الحالات الشديده مسجله على مستوى العالم ان في بعض حالات ما بتستجبش حتى مهما عملتي معاها. فعلى هذا ليه دكتور يعني سريعا كده واحنا بنتكلم عن الادويه ليه ما تستجبش؟ هل ده مثلا لانها بتبقى اعمارها هي لا هو اصل مراحل الفيروس بيدخل في مراحل، يعني بيدخل مرحله في التهاب رئوي عادي، بعد كده بيدخل في حاجه بنسميها سايتوكاين ستورم، او ممكن يدخل يعني زي حرب بينه وبين الجهاز المناعي للجسم، فتبتدي الاجسام المناعيه للجسم عشان تحارب الفيروس بتحارب الجسم معاه كمان، فيبتدي يدخل في فشل في الجهاز التنفسي، بيدخل في مشاكل كتيره. فالعيان لما بيبتدي يدخل في سايتوكاين ستورم دي بتبقى يعني المشاكل اللي بتحصل له اكتر، بتبقى نسبه الوفيات في العينين دولت بتبقى اكتر لو حصلت الحكايه دي. فلو وصلنا للمرحله دي بتبقى عاده الادويه بتاعه الانتي فيروس مش هي الاساسيه عندي، انا بدي بقى ادويه ثانيه عشان اتغلب على السيتوكاين ستورم او المرحله اللي بدا فيها الحرب جوه الجسم ده، او الالتهاب مع الجهاز المناعي مع المشاكل اللي بتحصل جوه دي. فعشان كده في حالات مش يعني مهما بتدي برضو بتدي كل الادويه ما بيبقاش فيه استجابه. طيب هرجع للعلاج بقى. للعلاج الهيدروكسيكلوروكين كان هو مطبق لما جينا حطيناه في البروتوكول، كل ما فيش دوله في العالم ما خدتش هيدروكسيكلوروكين في البروتوكول بتاعها. تمام. كلهم استعملوه كان نتائجه كويسه. اللي حصل الدبليو اتش او ان هي طلعت، هي بتعمل حاجه اسمها سوليداريتي ترايل او تجربه سريريه بتعملها على مستوى كذا دوله على دول العالم من ضمنهم مصر مشاركه فيها. الدوله دي من ضمن التجارب او الادويه اللي هتستعملها كان ارم بتستعمل فيه الهيدروكسيكلوروكين، هي قررت ان هي تعلق استعمال الارم ده لغايه لما تظهر النتائج التاكيديه للمشاكل بتاعه الهيدروكسيكلوروكين. مشاكل الهيدروكسيكلوروكين اللي اتكلموا عليها في الابحاث اللي طلعت قالت ان في مشاكل ايه، ان هو ممكن يعمل مضاعفات في اضطراب نبضات القلب او اضطرابات في القلب بالذات مع مرضى القلب او بعض المرضى اللي عندهم امراض معينه، المفروض الامراض دي احنا في البروتوكول المصري نصين عليها من الاول ان هي موانع استعمال للهيدروكسيكلوروكين. تمام. فاحنا من اول ما حطينا البروتوكول استبعدنا الموانع ديت، وحددنا ان المريض اللي عنده 1 2 3 4 الامراض دي لو سمحتوا مش هياخد الهيدروكسيكلوروكين وهياخد بديل ادويه ثانيه احنا محددينها في البروتوكول. تمام. فبالتالي احنا تجنبنا المشاكل دي، فما حصلش عندنا المشاكل اللي حصلت. تمام. هو في ادويه دكتور يعني على ذكر اللي حضرتك بتقوليه والموانع مفيش داعي ان احنا ناخدها حتى لو كنا ناخدها في حياتنا طبيعي، لو حسينا بصداع، لو حسينا بالم، لو حسينا بشويه كحه، كان في كده دايما موانع بتتشير انه بلاش مثلا المضادات الحيويه انها خطر في الفتره دي، المسكنات. بس يا حضرتك مفيش دواء هناخده من غير داعي ليه الا وليه مشاكل. ايوه ده اي دواء طبعا بالذات ادويه الكورونا بقى والادويه دلوقتي، في ادويه بيبقى ليها تفاعل مع بعض يعني ما ينفعش خدها مع بعض،
فبالتالي بقى حكايه ان انا امشي بوصفات او تجارب واصل قالوا ده مضاد للكورونا وده مضاد للكورونا، في بعض الادويه لو اتاخدوا مع بعض زي الازيثرومايسين مع الهيدروكسيكلوروكين ده بيعمل تسارع في نبضات القلب، بيعمل مشاكل في القلب كبيره جدا. وللاسف ابص الاقي روشتات كتيره جدا كاتبين الدوايين مع بعض بيتاخدوا في البيت بيتجربوا، يجي العيان بعد كده بحاله متاخره او حاله فيها مشاكل في القلب بالاضافه للكورونا. فحضرتك ما فيش دواء الادويه عادي مع بعض. ما هي الفكره ان لازم ابقى فاهمه البروتوكول، لازم ابقى فاهمه الادويه، مش كل دواء ليه فوائده ليه مشاكله وليه تفاعلاته مع الادويه الثانيه. فانا ما ينفعش اي دواء اخده مع الثاني، عشان كده بنقول ما فيش داعي للروشتات اللي محطوطه على السوشيال ميديا دي، ما فيش داعي للبروتوكولات الوهميه اللي بتنتشر ديت. عندنا بروتوكول لوزاره الصحه وبروتوكول محدد، والادويه اللي فيه بتستعمل بطريقه معينه استعملها بنفس الطريقه. يعني مش عشان هو دواء مكتوب في البروتوكول، لا هو مكتوب في البروتوكول لتوقيت والمرض معين بمحاذير محدده لعيانين محددين في اماكن محدده بطريقه محدده. نقطه مهمه جدا، ما ينفعش علشان يعني الناس تطمن ممكن تاخد الادويه دي وتحتفظ بيها ويحصل عليها كمان تزاحم وتشتريها وتخزنها كشيء احتياطي، ده طبعا ممكن يعرضها لخطر هي في غنى عنه. دكتور جيهان عندنا طبعا اسئله كتير، ان شاء الله نلتقي مره ثانيه. دكتور جيهان العسال استاذ الامراض الصدريه في كليه الطب جامعه عين شمس، نائب رئيس اللجنه العلميه لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا في وزاره الصحه، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. ربنا يشفي كل مريض ويديم الصحه والعافيه على الجميع. تصبحوا على خير.